محمد والذاكر مدير ديوان. انطلاق النسخة الأولى من معرض الاتصالات والصناعة الفوتوغرافية في العاصمة نواكشوط المنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع منظمة أوب أفريكا المعروفة سابقا باسم المركز الموريتاني للمقاولات. ويسعى المعرض إلى التعريف بالفرص التي يتيحها للمؤسسات لتمكينها من لعب دورها وتحقيق أهدافها. عندما نتحدث عن الاتصال فإن الاتصال هو الذي يمكن من إطلاع وإعلام المواطنين في المجتمعات الديمقراطية، وهو الذي يمكن من فهمهم لسير تطورات المجتمع. من ناحية أخرى فإن الاتصال المؤسسي يشكل أهمية كبرى للمؤسسات، مؤسسات عمومية كانت أو خاصة، من حيث أهميته في إرساء قواعد تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومن تمكينها من تعريف بنفسها ووضع أهداف يمكن تشاركها مع جميع الفاعلين المؤذين في محيطها. يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الحكومة تسعى لتطوير مجتمع المعلومات سبيلا إلى مسايرة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال والاستفادة من الخدمات التي توفرها في مجالات التكوين. السيد محمد سالم البشير بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على تطوير مجتمع المعلومات من خلال تحسين الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في تحقيق برامج التكوين والتوعية لإدماج مجتمعنا في المجتمع العالمي للمعلومات. وعلى سبيل المثال في مجال تطوير شبكة النطاق العريض تم البدء في إنشاء 1650 كيلومتر مقاطع الألفيات البصرية في فبراير الماضي. ونظم على هامش النسخة الأولى من معرض الاتصالات والصناعات الفوتوغرافية بنواكشوط معرض شاركت فيه شركات موريتانية ودولية لعرض خدماتها في مجالات الاتصال والتسويق.